جلسة امبارح وصلنا لحل أسئلة الدرس تبع درس الإقتران تربيع ورسم منحنى صح؟ يلا خلينا نكمل حصة امبارح وبكرة عشان نكتب اليوم الحصة ونبلش بكرة بالدرس الجديد. هذا أخذنا كمان سؤال وبلشنا بالسؤال الأول والسؤال الثاني كمان حليناه. طب تاسع السؤال الثالث حليناه ولا لا؟ السؤال الثالث ما حليناه؟ أعطيتكم إياه واجب. طب يلا نحله سوا، يلا نحله سوا. شو طالب مني السؤال؟ مجال ومدى الاقتران. المجال كلياتنا بنعرفه، شو المجال اللي رح يكون؟ مين يحكي لي شو المجال يا تاسع؟ المجال يعني أنا شو مسموح لي أعوض جوا هذا الاقتران؟ ممتاز، الأعداد الحقيقية كل هذا المجال اللي هو حيكون حاء، كل حاء. ليش؟ لأنه أنا مسموح لي أعوض في الاقتران كل الأعداد الحقيقية، صح؟ المدى كيف بدي أطلعه؟ بدي أطلع قيمة صاد اللي في الاقتران، معناته أنا مضطرة أطلع قيمة مين؟ قبل ما أطلع صاد، عشان أطلع صاد شو مضطرة أطلع؟ سين، سين اللي هي معادلة محور التماثل، كيف أطلعها؟ سالب باء على 2 ألف تساوي سالب، شو عندي هون بقى أنا؟ ألف تساوي سالب 1، باء تساوي 0، وجيم بتساوي موجب 1، صح؟ صح؟ مس سؤال 3 وسؤال 4 كانوا هون. طيب يلا، يعناته لما باء صفر سالب صفر على 2 ضرب 1 يساوي الجواب 0، هاي قيمة مين؟ هاي قيمة سين. طيب معناته ص شو تساوي أصلا؟ ص بتساوي ق سين. شو يعني ق سين؟ هي صورة الصفر. عوضي لي، عوض لي صفر بالاقتران اللي هي 1 ناقص صفر تربيع وتساوي 1، معناته ايش رأس الاقتران؟ صفر 1، الصاد شو تساوي؟ 1. طب انا بدي اطلع المدى، كيف بدي اطلع المدى؟ طبعا او قبل ما اطلع المدى بدنا نعرف شغله، الاقتران مفتوح لاعلى ولا لاسفل يا تاسع؟ لاسفل. ليش؟ المعامل س تربيع شو ماله؟ معامل س تربيع سالب، اذا الاقتران مفتوح لاسفل معناته عندي قيمه عظمى. خلينا نكتب هاي الملاحظات. نحكي هون الاقتران مفتوح لأسفل، ليش؟ لأن معامل س تربيع سالب، معناته شو معناته هذا الحكي؟ معناته أنا عندي قيمة عظمى. طب لما يكون عندي قيمة عظمى بيكون المدى أكبر أو يساوي ولا أقل أو يساوي؟ ممتازين ممتازين ممتازين، كثير ممتازين، يعني عن جد انكم متمكنين. معناته صار حيث صار اقل او تساوي مين؟ قيمة ايش؟ 1. ليش؟ نرجع اعيدها كمان مرة، لانه انا لما يكون عندي قيمة عظمى يعني شكل الاقتران كالتالي، صح؟ ولما يكون شكله زي هيك معناته القيمة حتكون عظمى وين؟ هون. معناته شو المجال؟ كل القيم اللي اقل من هاي القيمة. واضح يا تاسع؟ واضح؟ في سؤال؟ تمام يلا نروح على السؤال اللي بعده. بحكي لك إذا كان قاف من حالة حالية من أعداد حقيقية، قاف سين سين تربيع ناقص 5 سين زائد 4، أوجد صورة السالب 2 وصورة الواحد وصورة الأربعة. هذا السؤال كثير سهل، شوف طالب السؤال آخر إشي واللي هو المدى كيف طلعناه. أعيده يا ليان، ليان بدك أعيد المدى كيف طلعناه؟ يلا. طب أنا كيف المدى بطلعه؟ المدى اللي هو صورة سين، سين كيف بطلعها؟ اعتمادا على القانون سالب باء 2 ألف طلعت معي صفر، عوضت سين في الاقتران طلع معي ص تساوي 1. هلا الاقتران بما إنه معامل سين تربيع، بما إنه معامل سين تربيع سالب معناته الاقتران مفتوح لأسفل،
بما انه مفتوح لاسفل معناته عندي قيمه عظمى، معناته المدى شو حيكون؟ كل القيم اللي اقل من هاي القيمه العظمى، معناته صاد هي المدى هو صاد اقل او يساوي ايش؟ قيمه واحد اللي انا طلعتها اقل، لو كان مفتوح لاعلى بيكون هون اكبر او يساوي. تمام يا ليان؟ يلا ماشي يلا بحكي لي كده. طبعا هذا سؤال كتير تافه اتوقع، فقط انه ايش نعمل؟ بس نعوض صور سالب 2 و1 و4 وين؟ في الاقتران. صعب ولا سهل؟ كتير سهل، يعني اصلا مش داعي اني احل، راح اعوض لكم هم صورة سالب 2 شو بتساوي؟ عوض في الاقتران هي سالب 2 تربيع ناقص 5 ضرب سالب 2 زائد 4، سالب 2 تربيع اللي هي 4، سالب في سالب موجب 5 في 2 10 زائد 4، هون حيطلع عندي صورة سالب 2 في هذا الاقتران كم؟ 18. يلا نعوض صورة الواحد. شو صورة الواحد؟ 1 تربيع ناقص 5 ضرب 1 زائد 4 متساوي هاي 1 ناقص 5 زائد 4. 1 ناقص 5 سالب 4 زائد 4 الجواب 0. يلا صورة الأربعة، شو صورة الأربعة؟ اللي هي 4 تربيع ناقص 5 ضرب 4 زائد 4، 4 تربيع 16 ناقص 5 في 4 20 زائد 4 تساوي 16 ناقص 20، 16 ناقص 20 سالب 4، سالب 4 إيه سارة؟ تمام يا تاسع، في مشاكل هون؟ يلا نروح السؤال الخامس. معطيني هون أكثر من اقتران، معطيني اقتران اللي هو ألف، معطيني كمان هون باء، ومعطيني جيم. شو بده ياني أعمل أطلع لهاي الاقترانات؟ بده ياني أطلع لها مع معادلة محور التماثل اللي هي سين، رأس المنحنى اللي هي سين صاد، والقيمة العظمى والقيمة أو القيمة الصغرى والمجال والمدى لكل من الاقترانات الآتية. صعب السؤال؟ أحل لكم تنتين وأجيب لكم واحدة؟ تمام، يلا نشوف هاي، أتوقع إنها سهلة. طيب، خلينا نشوف شو بيطلع معانا، يلا. هون في هذا الاقتران، ألف بتساوي واحد، باء بتساوي ستة، جيم بتساوي سالب سبعة، صح؟ صح؟ طيب، شو بدي أطلع؟ معادلة محور التماثل اللي هي سين بتساوي سالب باء على 2 ألف ويساوي سالب، شو عندي باء هون أنا؟ سالب 6 على 2 ضرب ألف اللي هي 1، سالب السالب 6 على 2 تساوي 3، هاي قيمة سين، ليش سالب 3؟ ما سالب مع سالب صارت موجب، يلا، هسا الثلاثات شو بتساوي؟ صورة الثلاث في الاقتران، عوض صورة الثلاث، 3 تربيع زائد 6 ضرب 3 ناقص 7، 3 تربيع 9 زائد 18 ناقص 7 بتساوي 18 ناقص 7 كم؟ 11 زائد 9 20، السؤال الستة موجب ولا سالب؟ سوري موجب، استنى شوي، السؤال الستة فيه موجبة صح، معناته هون انا عندي سالب، معناته هون عندي سالب 3 تربيع 9، هون سالب 6 في 3 حتصير هون سالب 18 صح، 9 ناقص 18 هي سالب 9 ناقص 7 وتساوي سالب 16 صح. هاي انا صار معي سين وصاد، سين اللي هي سالب 3، صاد هي سالب 16، هاي سين هاي صاد، معناته المدى. طب الاقتران مفتوح لاعلى ولا لاسفل؟ الاقتران شمال مفتوح لاعلى ولا لاسفل يا تاسع؟ مفتوح لاعلى، بما انه مفتوح لاعلى معناته انا عندي قيمة صغرى صح؟ قيمة صغرى وين؟
عنده ص تساوي سالب 16. هذا انا عندي قيمه صغرى. عنده س تساوي سالب 3 وهي ص تساوي سالب 16. عند س بتساوي سالب 3 عندي قيمه صغرى اللي هي سالب 16. بس ليش عظمى صغرى؟ لما يكون مفتوح لأعلى بيكون عندي قيمة صغرى، صح؟ لما يكون مفتوح لأعلى بتكون القيمة الصغرى هون، لما يكون مفتوح لأسفل بيكون عندي قيمة عظمى، صح؟ لا مش عظمى، صح؟ هاي صغرى بس مش عظمى، صغرى. تمام؟ طب شو المدى؟ المدى ص حيث ص أكبر أو تساوي إيش؟ سالب 16، صح؟ ممتازة. لا أحل في لعبة ولا أترك لكم إياه واجب؟ حلو يلا. ألف تساوي سالب 1، ب تساوي 2، ج تساوي 4، لأنه ألف هو معامل س تربيع، وباء هو معامل س، وج هو الحد الثابت. طب بدي أطلع قيمة س أول شيء، صح؟ س هي بتساوي سالب ب على 2 ألف، بتساوي سالب ب سالب 2 على 2 ضرب 1 بتساوي سالب 1، هاي قيمة س. ص بتساوي صورة سالب 1 اللي هي شو؟ 2 ضرب سالب 1 ناقص سالب 1 تربيع زائد 4، في سالب 2 ناقص 1 زائد 4 اللي هي سالب 3 زائد 4 تساوي 1. شو الاقتران؟ صفى عندي راس الاقتران اللي هو ايش طلع عندي؟ سالب 1 1 هي س وهي ص، صح؟ شوف عندي هون قيمة عظمى ولا قيمة صغرى؟ عظمى. ليش؟ الاقتران مفتوح لأسفل لأنه معامل س تربيع سالب، معناته حيكون عندي قيمة عظمى هناك. قيمة عظمى عند س بتساوي سالب 1 وهي ص تساوي 1، صح؟ طب شو المدى؟ ص حيث ص أكبر أو تساوي ولا أقل أو تساوي؟ صح، أقل أو تساوي 1 لأنه مفتوح لأسفل، فمعناته القيم، لا مش أكبر، معناته القيم هي كل القيم اللي أقل من ص. طب هاي الس بحكي لي فقط س تربيع، يلا نحلها بالسؤال. هون س تربيع ألف 1 باء 0 ج 0، س شو بتساوي؟ سالب باء على 2 ألف اللي هي سالب صفر على 2 1 بتساوي صفر. صورة الصفر بتساوي، عوض صورة الصفر هون، صفر تربيع بتساوي صفر. شو رأس الاقتران؟ صفر صفر، صح؟ رأس الاقتران صفر صفر. طيب حيكون الاقتران مفتوح لأعلى ولا لأسفل؟ حيكون مفتوح لأعلى لأنه معامل س موجب، تمام؟ المعامل س موجب، معناته عندي قيمة عظمى واللي هي عند ص تساوي صفر، عندما س بتساوي صفر عندي قيمة عظمى وهي ص تساوي صفر، بدي أطول المدى. ص حيث ص أكبر ولا أقل؟ أكبر تساوي صفر. تمام؟ طب آخر سؤال يا
تاسع ونختم اليوم، بكره نبلش بدرس جديد هو درس اصفار الاقتران. تمام، اخر درسين تاسع. هذا السؤال اخذنا زي امبارح، قذف جسيم الى اعلى وفق العلاقه قلب فاء النون تساوي 80 نون ناقص 5 نون تربيع، حيث فاء هو الارتفاع بالامتار، نون هو الزمن بالثواني، جد اقصى ارتفاع يصل اليه الجسم. مس هاد هاد اخذنا من زي امبارح، مس هذا بتمارين ومسائل، بتمارين ومسائل، هذا بسؤال، بسؤال 9 من تمارين ومسائل. لا بس موجود. لقيتوه؟ هاي بشار بيحكي موجود. اوكي. نفس اللي اخذناه امبارح، قذفنا جسيم الى اعلى، فمعناته حيكون زي هيك، حيكون عندي هون قيمة عظمى لا. قذف جسيم الى اعلى وفق العلاقة 80 نون ناقص 5 نون تربيع، صح. معامل س تربيع شو ماله؟ سالب، بما انه سالب معناته الاقتران مفتوح الى اسفل، وانا اصلا قذفته لاعلى، معناته حيكون عندي هون قيمة عظمى اللي هي اقصى ارتفاع. شو يعني هو طالب مني؟ قيمة عظمى. حكينا ما نحتار وما نتخربط اذا شفنا بدل صاد وسين فاء ونون، ما في مشاكل. تمام، فاء هو حاكي لي انه الارتفاع ونون هو الزمن. يلا بلش نطلع، كيف اطلع السيف العظمى؟ اول شيء بدي اول اوجد معادل محور التماثل اللي هي نون، صح؟ اللي هي نون، نون شو تساوي؟ سالب باء على 2 الف تساوي سالب، شو معامل؟ هاي عندي هون الف تساوي سالب 5 باء تساوي 80 وجيم بتساوي صفر. سالب باء اللي هي سالب 80 على 2 ضرب كم الف عندي هون؟ كم الف عندي هون؟ سالب 5، صح؟ يعني سالب 80 على سالب 10 بيساوي موجب 80. هاي قيمة مين؟ قيمة س. اطلع هلا قيمة مين؟ قيمة فاء اثنون اللي هي تمام. يلا صورة 8 تساوي شو صورة 8؟ أعوض 8 بالاقتران عشان أطلع القيمة العظمى اللي هي 80 ضرب 8 ناقص 5 ضرب 8 الكل تربيع، صح؟ 80 ضرب 8 اللي هي شو حتكون؟ 160، لا 640. 8 في 8 46، 640 ناقص 8 تربيع اللي هي كم؟ 4 60. طب 5 ضرب 64 320، صح؟ يلا 0 0 4 ناقص 2 2 6 ناقص 3 3، صح؟ 0 ناقص 0 0 4 ناقص 2 2 6 ناقص 3 3. شو ضل عندي الجواب؟ 320. أقصى ارتفاع رح يوصل إله إيش هو؟ 320 لما تكون، لما تكون الزمن 8، صح؟ إيه هذا طلع. أوكي. يلا معناته أقصى ارتفاع يصله 320 عندما يكون الزمن 8 ثواني. صعب يا تاسع؟ صعب تاسع؟ طيب
هيك احنا بنكون خلصنا درس الاقتران التربيع والرسم من حناء. كل اشي اخذناه بالدرس هذا بيعتمد على الدروس القادمه، كل اشي. يعني لما اجي اعطيك درس اصفار الاقتران ودرس كيف نحل معادله تربيعيه بيانيه، رح اعطيكم هدول الدرسين مع بعض، يعني درس اصفار الاقتران وحل معادله تربيعيه بيانيه بكره رح ناخذهم مع بعض. ويعطيكم العافيه، واي سؤال انا جاهزه. يعطيكم العافيه يا تنسى.